كويس، يبقى احنا زي ما اتفقنا احنا محتاجين نعمل بنفس الفكرة وبنفس الأسلوب، محتاجين إن احنا نبدأ يعني نعمل شغل تاني للبرودكت بتاعنا. فاحنا لو رجعنا في الفرونت اند بتاعتنا، احنا كنا عاملين جوه الادمن جيت يوزرز، صح؟ فاحنا عايزين نعمل بقى جوه الادمن بقى دلوقتي حاجات تانية مختلفة. فقلت له ماشي، انا هوقف دي وانا جوه الفرونت اند كده زي ما احنا متعودين. هقول له ان جي، هقول له ان جي عايز ان انا كاريت او الترجم سوري، عايزين كاريت، تقول له ان جي جنريت كومبوننت هسميه، احنا كنا مسمين جيت يوزرز، هيبقى ده اسمه جيت مثلا برودكتس. ماشي، احنا اسفين، احنا غلطنا ان احنا كريتنا هنا بره، صح؟ المفروض كنا عملنا سي دي على ادمين، مش موجود صح ولا ايه؟ اقول معلش تاني، نرجع تاني كده جنريت تاني، بس هقول له قبل جيت برودكتس اقول له ادمين سلاش جيت برودكتس، تمام؟ ايوه، هعملها لي جوه هنا. اما بالنسبه لجيت برودكتس دي بالنسبه لنا ده عملناها دي غلط، فاقول له جيت، عايزين الجيت برودكتس بره، احنا حاطين ايه جوه الادمن جيت برودكتس. هفكر ازاي؟ هفكر زي ما فكرت في اليوزر. لو في اسئله ولا حاجه الناس تتكلم. تمام يا دكتور. طيب هاخد الفكره بتاعت اتش تي ام ال اللي كنا عاملينها قبل كده في جيت يوزرز، اروح على جيت برودكتس ومعامل بيست. ماشي، التي اس فايل بتاعنا بتاع البرودكتس، هروح برضو شوية تي اس فايل اللي احنا ظبطناه واحنا من جيت اليوزرز، كان في حاجات زي المسج ولستة اليوزرز، وكنا بننادي على السيرفيس بتاعي. قلت له اه صحيح، يبقى احنا محتاجين كمان كذا حاجة نعملها، محتاجين ملف سيرفيس نعمله برضو في لليوزرز، يعني لليوزر سيرفيس، يعني زي اليوزر سيرفيس يبقى برودكت سيرفيس. يعني احنا عندنا في السيرفيسز، لو احنا رجعنا كده زي ما عملنا اليوزر سيرفيس، فاكرين اليوزر سيرفيس ولا ناس فاكره الكلام اللي بقوله ده ولا ايه؟ محدش مركز معايا ولا محدش معايا ولا ايه؟ هي دكتور معاك يا دكتور، مع حضرتك. ايه كلكم صايمين ومسقطين يعني ومحدش مركز في حاجه ولا ايه؟ لا مركزين، لا مركزين، بس صوت بيقطع عندنا يعني بيجي وبيروح. صوتي انا؟ انا عندي صوت واحنا هنا كده محتاجين ملف سيرفيس تاني بدل اليوزرز، يبقى عندنا ملف سيرفيس خاص بمين؟ خاص بالبرودكت، فاهم الفكره؟ فانا مفترض ان انا اقول له ايه؟ عشان كاريت، لو فاكرين كنا بنقول ان جي جنريت، صح؟ بس ما بنقولش بقى كنترول، لا بنقول له ايه سيرفيس، تمام؟ ان جي جنريت سيرفيس واقول له اسمها برودكت وخلاص. طبعا هو المفروض كده ان هو يبدا يجنريت لي البرودكت از سيرفيس، واحد فين ولاب، واحد فين رميناها فين؟ رميها بره، سوري توهان. طيب ان جي جنريت سيرفيس، وقلنا السيرفيس دي هنحطها جوه، احنا كنا متفقين عاملين ملف اسمه سيرفيسز، صح؟ على برودكتس، كده حطهم لي جوه الملف الخارجي ده، احنا غلطانين فيه زي ما غلطنا برضو ورمينا الحاجه بره. ماشي، على العموم ملف السيرفيس بتاعي
موجود جوه ملف اسمه فولدر اسمه سيرفيسز. ادي الملف بتاعي اهو لسه فاضي. طبعا انا ممكن استعين بان احنا كلنا اللي كنا عاملينه جوه الملف السيرفيس اللي هنا. احنا ما كناش عاملين حاجات كتير ولا حاجه، احنا الملف السيرفيس ببساطه كان بيعمل كول، فعمليه ما هياش صعبه. لكن واحنا لو بنجيت البرودكتس، يبقى احنا دلوقتي كل اللي عملناه، عشان بس ما نبقاش فاهمين، احنا كل اللي عملناه عملنا جنريت كومبوننت اسمه جيت برودكتس، وعملنا جنريت سيرفيس اسمه ايه؟ اسمه برودكتس، صح كده؟ تمام. ما عملناش لسه اي شيء تاني غير الحاجتين دول، يعني يعتبر الامرين اللي احنا عملناهم. بس يبقى تلخيص عن كده عشان انا حاسس ان انا مش مركز، مش انتم يعني. تاني اللي احنا كنا عملنا بالكومبوننت، تمام ماشي تمام كده. هما دول الأوامر اللي عملناهم حتى الآن، ماشي. وكل اللي عملناه التاني إن احنا رحنا في الـ get products، في الـ HTML بتاعت الـ get products، ورحنا اخدنا كوبي من ال HTML بتاع مين؟ بتاع اليوزرز، على اساس ان هو تيبل وبتاع، واحنا عايزين نعمل نفس المنظر للبرودكتس، تمام كده؟ حلو جدا. ومحتاجين عشان نبدا نعرض ده، نقدر نعرض الليسته دي بتاعتنا دلوقتي اللي هي لسه هتبقى تيبل، حتى لو انا بس مؤقتا معلش هخليها ليست اوف برودكتس واشيل باقي وهرجع لكم تاني، بس انا هظبط اليو ار ال يخش. فانا محتاج الراوتنج بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم. الاب راوتنج بتاعي كنا عندنا عاملين حاجه اسمها جوه الادمن، حاجه اسمها ليست يوزر، صح؟ اقول له معلش وعايزين كمان جوه الادمن حاجه اسمها ايه؟ مثلا ليست يوزر برودكتس. ليست برودكتس بقى ليست برودكتس دي هتجيت يوزرز كومبوننت، تقول له لا هتجيت برودكتس كومبوننت، صح كده؟ تمام تمام. بس عشان ده يحصل الادمن لازم يشوف لينك. احنا في الايه، في الاب كومبوننت اتش تي ام ال اللي كنا حاطين للادمن لينكات اللي هي النافيجيشن بتاعتنا، قلنا يبقى في حاجه اسمها ادمن نافيجيشن، كنا مطلعين له شويه حاجات من ضمنهم اليوزر ليست. هقول له اعمل لي كمان ناب وسمي هالي تبقى لي على ليست برودكت، صح؟ و مش هينفع نديله الراوت لينك اكتف، هو لازم يكون الراوت لينك اكتف لواحد بس، يعني ما ينفعش يبقى احنا عاملين كده اكتر من واحد. واقول له هنا ايه؟ برودكتس مش نرمي ليست برودكتس، حتى اليوزرز ليست مش عارف ليست مش مهم، ماشي. يعني المفترض لو احنا رحنا دلوقتي هنا وعملنا ريفريش، واحنا موقفين البروجكت، صح؟ فانا هروح ايه؟ وهاجي رن البروجكت ده اللي انا عملته، اقول له نجيب سير، تمام. على ما يقوم ربنا يهديه، احنا ظبطنا الراوتنج، هيبقى في حاجه اسمها بيجيت كل البيانات، عنوان بيجيت لي كل بيانات البرودكتس، ايه اللي مزعله؟ هو طبعا زعلان من حاجة عبيطة أوي، في بايكون، معرفش كل شوية يفتكر في بايكون ويزعل منها ليه؟ وهنا الادمن 404 نوت فاوند، ايه ده؟ في ايرور، ايوه قلت في ايه اللي حصل؟ في ايرور وانا بجيت كومبوننتس ده في انه فايل؟ تعالى نطلع فوق كده سنه.
get products, get products dot component. طيب تعال نشوف كده الايرور ده، اكيد الايرور ده طلع بسبب ان احنا عملنا فايل ومسحناه، واخدين بالكم؟ عملنا فايل اللي هو بتاع الكومبوننت بتاع الجيت برودكتس، فجينا رجعنا مسحناه لان احنا كنا غلطنا وحطينا مكانه في مكان مش صح. فاكرين اللي حصل؟ اه يا دكتور، اه يا دكتور، فدي الجيت برودكتس كومبوننت اهو، هو اللي انا مطلع خطأ اهو في اه الاب موديول. ماشي. تمام، جيت برودكتس كومبوننت هو المفروض يبقى زي جيت ايه، زي اللي فوق جيت يوزرز كومبوننت، قلت له بس المكان غيرناه، فاحنا المفترض ان احنا يبقى في الباس ده على ادمن جيت يوزرز، مش جيت يوزرز، لا جيت برودكتس، جيت برودكتس دوت كومبوننت، مظبوط كده؟ كده احنا ظبطنا تمام. الايه العنوان بتاع الايه الكومبوننت بتاعنا عشان يبقى متشاف صح، ونشوف هيقدر هيشتغل ولا هيطلع ايرور. قال لي ماشي، بس في برضه عندك في لسه ايرور تاني ده ولا جديد؟ لا ده الجديد بتاعي، يعني ده الرن القديم يعني. قال لي ماشي، قلت له تمام، قال لي ادي اليوزرز، ادي لسه اليوزر، وادي الايه البرودكتس لسه ما عملناش فيها الشغل بتاعها صح؟ احنا حتى كاتبين تمام. ليست برودكتس غلط، يعني كاتبين ليست برودكتس، مش عارف ايش بقى، رمضان مقصر احنا لسه ما عملناش حاجه بس هو مقصر برضه. طيب احنا مش عارف ايه، احنا كنا في الملف الرئيسي بتاع الاب كومبوننت اتش تي ام ال، وراح في الراوتنج ليست برودكتس ناقصه صح؟ ارجع كده تاني اليوزرز، اخش على ليست برودكتس، ايوه قال لي جيت برودكتس وركس، انا حتى كنت شلت منها الايه جيت برودكتس وركس، ايه ده؟ تاني هغيره من الكلام ده، مش عامل لها سيف. ليست برودكتس. طب اعمل بقى كنترول زد كده زي ما كنا، واقول له ايه خليها برودكتس، وانا هقول لك عشان نغير ما يلزم، عشان نغير ايه ما يلزم، يا مسهل احمد يا هخش كده بس او افتح الباك اند بتاعتي حتى من غير بوست مان، شوف كده الموديل بتاعنا الجميل كان عندنا ايه في البرودكت، اي دي نيم كاتيجوري ديسكريبشن برايس صح؟ قلت له ماشي، لو احنا في العرض هقول له احنا عايزين نعرض الاي دي نيم، شو ده كان الديسكريبشن بتاعنا ولا غيره؟ شو دي كانت الموديل بتاعنا ولا احنا بنحكي غلط؟ هو ديسكريبشن هو كنترول، بس هو ديسكريبشن ديسكريبشن والبرايس، والاكشن تمام. هيقول لي بقى اعمل لوب بجيت بليت يوزرز يوزر اوف يوزرز، قول لا انا اقول بقى ايه ليت برودكت، احنا هنسمي هنمشي على نفس الاسلوب بتاعنا برودكت اوف برودكتس صح؟ تمام تمام. وهيقول لي بقى هنجيب من ايه؟ قلت له هنجيب بقى، تعالى بقى ايه قبل الكلام ده غير بقى اليوزر برودكت برودكت، واقول له احنا عايزين بقى ايه، اول حاجه عايزين اي دي، تاني حاجه عايزين برودكت نيم، name category category description description price. تمام، وهنا بقى في الـ في الاكشنز هعمل له تي دي، بس هعمل له فول سبان، يعني اكنه بالظبط دامج عمودين، وده برضو هعملها فوق او نعملها فوق ما نعملهاش تحت هنا، يعني عشان يبقى الايه الاكشنز دي عباره عن حاجتين يعتبر عمودين بس احنا هندمجهم، يعني ان انا هعمل تي دي هاي فيها اللينك بتاع اللي هيبقى اسمه ديليت تمام، واعمل تي دي هاي تانية لحاجه اسمها اديت تمام، مش هيبقى بقى دينجر بقى احمر كده، يبقى مثلا يديله لون يروح له اي حاجه مش عارف، ندي له بلو مثلا اللي هو اسمه ايه
يدي له انفو تشوف شكله ايه بي تي ان انفو. وطبعا لو حبينا نجرب طبعا كله هيضرب دلوقتي ان ولا هيلاقي البرودكت ولا هيلاقي البرودكتس اللي هيعمل منها البرودكت ولا هيعرف يجيب الكلام ده. لان ال HTML دي الكومبوننت اللي احنا عملناه الجميل ده عشان يظبط معانا لازم يكون في حاجه في التي اس فايل اسمها برودكت صح؟ في حاجه في التي اس فايل اسمها ايه؟ برودكت عشان يقدر يجيبها منها. فانا لازم هنا يكون في عندي هنا فانكشنز تجيب لي البرودكت. طب ماشي همشي برضه على نفس الاسلوب اللي احنا اتعلمناه.